هلو أصدقائي، يعطيكم العافية، معكم إبراهيم عباس، معروف باسم فيو. عادة بعلمكم خدعة بالتوقع، بيكون في توقع واحد مثلا بقلب خدعة معينة. اليوم في معنا خدعة بقلبها خمس توقعات. متخيلين شو يعني خمسة؟ والحلو إنه مين ما كان في يعمل هالخدعة ما بدها خفة، ما ضروري يكون صار لكم 4-5 سنين بألعاب الخفة، ما ضروري أبدا. يعني حتى لو اليوم أول يوم ألعب خفة، اليوم فيك تعمل خدعة. والحلو بهيدي الخدعة أصلا إنه المشاهد حرفيا بيعمل كل شيء، بيخلط الورق ليشبع قد ما بده وبتضل بتزبط الخدعة. وشغلة مهمة كتير بدي اقولكم عنها، الكورس تبع ألعاب الخفة يلي أنا عم بعمله خلص، ورح نزل الكورس لما يصير عندي 500,000 مشترك. الحمد لله قربنا كتير على 500,000، إسا شي 3-4,000 تقريبا. فبس إن شاء الله نوصل للنص مليون رح نزل أنا فيديو كامل بقلبه كل تفاصيل كيف بدكم تشتروا الكورس، شوي عن محتوى الكورس والمضمون تبعه هيك. ويلي عباله يعرف تفاصيل عن الكورس أو أشياء جديدة عم حضر لها يتابعني على الإنستغرام، موجود تحت بالوصف، لأنه عن جديد صرت عم نزل ستوريز على الإنستغرام. فأصدقائي يلا ما بدي طول عليكم، شكرا لتعليقاتكم الإيجابية. وثلاثة من التعليقات يلا وصلت على هداك الفيديو، هدول هن. ويلا خلينا نبلش بالخدعة لأنه الخدعة رائعة جدا. أصدقائي لهالخدعة في معنا خمس توقعات. بتخيلوا خدعة واحدة بخمس توقعات، وفي معنا ورق شد كليته سوا مخلوط. خليني أفرجيكم الورق قبل، أوكي، وراح أخلط الورق إسا مشان ما يكون في أي حجاج أبدا. كليته سوا نخلط، وبرجع أفرجيكم الورق الشد إنه كله سوا مخلوط. راح أخذ ثلاث فرق عشوائية، يعني مثلا نفترض أخذنا شوية ورق بدنا نسكرهم، نفس الشي هون. فإذا صار معنا ثلاث فرق عشوائية، نفترض مثلا المشاهد اختار فرقة واحدة، بيختار إنه يقلب فرقة واحدة، نفترض مثلا قلب يلي بالنص، بنخلطهم بالفرقة يلي حدها مفتوحين مسكرين، وفي يخلطهم بإيده بأي طريقة بيحب، أوكي، بيخلطهم قد ما بده، بيقطع ما في مشكلة أبدا. بعد ما خلص نرجع بنقلب هالفرقة اللي معنا هون، بنخلطها بهالفرقة. فإذا صار معنا ورق عشوائي كليته سوا مفتوح ومسكر مثل ما اتفقنا، بيخلط المشاهد. لنصعبها أكتر علينا شو بنعمل؟ بنقول له للمشاهد بدك هيك ولا هيك. أول شي في يقلب الورق على ذوقه، مثلا في يقلب الورق هيك يرجع يخلطه مرة تانية. بنصعبها أكتر، بنقول له ليك قطع نص الورق، نفترض مثلا قطع نص، بنحط فرقة هون وفرقة هون، هون ببلش الشغل الحلو. بتعرفوا هون في معنا مفتوح ومسكر، وهون في معنا مفتوح ومسكر. المشاهد رح يشيل الورق من وين ما بده ويقلبهم ويخلطهم بالفرقة التانية. نفترض بده يبلش بهالفرقة، بيشيل ورق مثلا من النص هيك، بيشيل كل هدول، بيقلبهم، بيخلطهم بهالفرقة اللي حدهم، مشان كتير يخلط الورق ويصير عشوائي بشكل منو طبيعي. نفس الشي بيعمل هون، بنقي من النص من الأخير ما في مشكلة أبدا، بيبرمهم وبيخلطهم مع هدول. آخر مرة قصة رح نعملها، في شي من فوق مثلا ومن تحت ما في مشكلة أبدا، بيقلبهم وبينخلطوا مع هالفرقة اللي هون. لاحظين قديش صار الورق عشوائي كليته سوا مفتوح ومسكر. هلا يلي رح يصير، بدنا نسكر الورقين على بعض، اوكي. فاذا الورق الشد كليته سوا مفتوح ومسكر من الميلتين. هلا يلي رح يصير، بدنا نفتح الخمس توقعات. نحن خلصنا، المشاهد خلط ولعب على ذوقه قد ما بده. منبلش باول توقع، 19 ورقة مفتوحة، 19 ورقة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 ورقة مفتوحة بالضبط، هدول ما بدنا اياهم كلهم. حلو كتير، هذا كان أول توقع. تاني توقع، 11 ورقة سوداء، 11 ورقة سوداء. إذا بنفتحوا منعد ورقتين، 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 ورقة سوداء بالضبط، زبط تاني توقع، والمشاهد حرفيا عم يعمل كل شيء. ثالث توقع، الأوراق الحمراء لا تتضمن صور. الأوراق الحمر ما فيهم صور، وإذا عن جد بنفتح الأوراق الحمر ما فيهم ولا صورة. لاحظتوا؟ زبط تاني توقع. رابع توقع، الأوراق السوداء كلها سبات، كلياتهم الأوراق السود كلياتهم سبات، ورقة ورقة.
خلي على جنب، كلياتهم ثبات. معلش هلا صار في غلطة صغيرة، في ناس كتير رح تفكرها غلطة صغيرة، بس أنا قايلكن إنه هن 5 توقعات مش 4، وهيدي مش غلطة لأنه أنا متوقعة بالأخير إلا ورقة الخوري البستوني، هو الوحيد البستوني. شو رأيكم يا أصدقائي بهالخدعة الرهيبة جدا؟ 5 توقعات بخدعة واحدة، ما في أسهل من هيك خدعة، مين ما كان بيقدر يعملها تعالوا نتعلم كيف نعملت. طويت الورقة مرة 2 3 4، كتبت 5 توقعات هون. لما نقلبها منبلش بأول توقع، منفتح بيطلع لنا تاني توقع، تالت توقع منفتح هيك، رابع توقع منفتح هيك، خامس توقع منفتح هيك. بسيطة أوكي؟ هال5 توقعات بتكتبوهم كيف ما بدكن على ورقة على كذا ورقة، ما في مشكلة أبدا. التوقعات كيف توقعتهم؟ كيف زبطت الخدعة كلياتها سوا؟ عن جد سهلة وبسيطة. بتجيبوا هدول الوراق اللي أنا توقعتهم، يلي هن مثلا 8 وراق حمر، 11 ورقة سوداء، ال 8 وراق ما فيهم ولا صورة، ال 11 ورقة كلياتهم ثبات إلا ورقة واحدة هي الخوري البستوني، يعني تماما هدول هن الوراق اللي أنا استعملتهم. شو الحلو بهالخدعة؟ إنه كل مرة رح يطلع معكم شيء، ليش؟ لأنه القوانين على ذوقكم، يعني فيكم أنتم مثلا تحطوهم حمر، تحطوا صورة واحدة بالحمر، تحطوهم كلهم قبة في ورقة ديناري، ما بعرف. عن جد في كتير طرق وما بيخلصوا لأنه معكم ورق شدة كامل، قد فيكم تخترعوا توقعات كتير. خلوها 5 توقعات ما تزيدوا أكيد عن 5. منجيب الورق الشدة منخلط هدول كلهم ببعض أكيد، خلوهم يبينوا مخلوطين. أول شيء اللي ما بيعرف يخلط هي الخلطة، في رابط تحت بالوصف بيعلمكم كيف تخلطوا هالخلطة، فروحوا وتعلموا كيف. هلأ معنا الورق الشدة اللي نحنا عربناهن يلي هن 19 ورقة، شو بعمل؟ بترك ورقة فاصلة بيناتهم، يعني نفترض مثلا 8 الكبة أوكي؟ فأنا شو عملت؟ مسكت هدول الورقات الشدة حطيتهم تحت وبس ذاكر إنه في 8 كبة وفي بعض خوري إذا عبالكم تتذكروا، يعني أنتوا حطوا أي ورقتين بدكن يهن، فمنحطهم هيك تحت. بفتح الورق الشدة بقلو ليك الورق الشدة كله مخلوط وبدي اخلط الورق مرة تانية. هلأ شو يلي عم يصير؟ أنا هون في معي 19 ورقة، أنا رح فرجيكم إياها بس على المفتوح، يعني رح أفتح الورق وفرجيكم شو عم يصير. فأنا رح أفترض إنه 8 معي إياها هون، خليني أفرجيكم شو عم يصير. أول شي بنمسك بإيدنا اليمين إصبعين من فوق إصبع من تحت، وبدنا نبلش نخلط الورق، إيدنا الشمال الإبهام بده ينزل ورق الشدة ويتركن على إيدي بالشمال. فإذا أنا عم بخلط شوفوا بسحب ورق شدة، لما أقرب إني أوصل على تلت الورق لأنه نحن الورقة الثمانية الكبة محطوطة تقريبا بهالمنطقة، فضلني عم بخلط ورقة ورقتين 5 ورق ما في مشكلة، بس قرب على التلت بصير بخلط ورقة ورقة بس. شوفوا انتو بتحسوا فيها أصلا أنه بلش عم يخلص الورق ورقة ورقة، مدى ما مرقت الثمانية الكبة خلص انتو سيف. فإذا وبعدين بتخلطوا عشوائيا كيف ما بدكم. شو اللي صار؟ أنه الـ19 ورقة يلي كانوا فوق صاروا تحت أوكي؟ والثمانية الكبة ضلت الفاصلة بين هالورقات وهدول الورقات. هلأ بدنا نعملها هو مسكر الورق، فإذا في معنا 8 و8، الفاصل هي 8 الكبة، يعني نحن هاللي بيهمنا. نفس الشيء نمسك ورق هو مسكر، نبلش نخلط كذا ورقة كذا ورقة كذا ورقة، نحن منحس قربنا نوصل على تلت الورق تقريبا لهون، منصير نخلط ورقة 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 ورقة. بتخلطوا لكم شي 6-7 ورق، على التمرين بتصيروا بتتعودوا عليها أصلا، بعدين بتخلطوا عشوائيا. هلا انا اذا بفتح الورق الشد كلياته سوا مخلوط وتطلعوا 8 كبة و8 وكل الورق اللي بدنا اياهم 19 ورقه، بيجي لعند المشاهد بقول له شوف رح نقطع الورق لـ3 اقسام، ما ضروري يكونوا متساويين كيف ما كان، نفترض هذا قسم هون بوصل بقطع عند الـ8 وبحطهم هيك. الاحلى هون تخلوا المشاهد يختار هو كل شيء، كل يلي بده يصير هلا هون بدنا نخلي فرقتنا نحن يلي بدنا اياها هدول الورقات بدنا اياهم يضلوا مفتوحين كل الوقت بالورق او مسكرين، المهم هدول يكونوا عكس الورق كلياته سوا لحتى يزبطوا التوقعات. فمنقول له للمشاهد اختار فرقتين وهون ركزوا معي كتير منيح، نختار مثلا هدول الاثنين. اذا اختار هدول الاثنين منقول له قلوب اي فرقه بدك اياها منهم، واذا اختار هدول الاثنين كمان منقول له قلوب اي فرقه بدك اياها منهم. الخلاصه اذا الشخص اختار فرقه تبعيتكم وفرقه تانية منقول له قلوب اي فرقه بدك اياها لحتى نصعبها ونخلطهم مفتوحين مسكرين. اما اذا اختار هدول الاثنين ما منجيب سيره انه بدنا نقلب الفرق. فشو بنصير نعمل هون؟ بنصير بنخلط الفرقتين ببعض وبنمسك هالفرقه وبنقول له ليك بدنا نصعبها على حالنا، رح اقلبهم هيك ورح اخلطهم بالفرقه الثانيه، وبتخلطوهم او بيخلطهم بايده ما في مشكله، مفتوحين ومسكرين، المهم انه كل الفرقه تبعتنا تضل نفس الاتجاه اوكي.
هلا نفككوا يا قلبي. هلا نفترض اختار هدول الاثنين مثلا، هاي الفرقه تبعيتنا، بنقول له قلوب اي فرقه بدك اياها منهم، مثلا قلب هيدي، خلطهم ببعض مفتوحين مسكرين، او نحن بنخلطهم بيرجع هو بيقطع وبيخلط، ما في مشكله. هلا بدنا نخلط قصه هدول كلهم بهاي، ركزوا منيح. نحن الفرقه يلي قلبناها كانت الفرقه يلي بالنص، يعني نحن الفرقه تبعيتنا ضلت مسكره، ما فينا نخلط فرقتنا هي مسكره كلها وهدول كلهم مسكرين، لازم يكونوا عكس بعض. فشو بنعمل نحن هون؟ بنطلع بنلاقي الورق الشده، بنكون عم نفرجي الورق الشده بنقول له ليك كلياته سوا مخلوط. بنلاحظ انه انا الورق يلي معربهم منهم هن ورق تبعوني، يعني بنت كبه وبنت ديناري، انا ما معي هيك شيء بالورق تبعي. فشو بعمل؟ بقلب الورقات الشده كلهم سوا، لازم يبينوا الورقات الشده تبعوني انا، بمسكهم وبخلطهم بهالفرقه اللي هم. اذا قلبتوا الورق عادي قدامه ما في اي مشكله، بيخلطوا كلهم وبيخلطهم بايده وخلص. فاذا القانون انه يخلطوا الثلاث فرق ببعض بشكل انه بس ورقنا يضلوا مفتوحين، او فينا نقول عكس اتجاه الفرقتين الباقيين. خلصت تماما. بنقول له ليك بدنا قصه نصعبها اكثر، اكيد بنقول له اذا بده في يخلط الورق كله مع بعضه. هلا بنقول له تقريبا قطع نص الورق مثلا، نفترض قطع هون، شو بنعمل؟ بنقلب الفرقه يلي بايدنا هيك على الارض، وبنقول له ليك هلا انت هون في معك مفتوح ومسكر، وهون في معك مفتوح ومسكر، يلي رح تعمله حرفيا يعود لك. يعني مثلا بتاخد مثلا شوي من هالورق اللي هون بتقلبهم، لازم يقلبهم اجباري لتضل الخدعة عم تزبط، وبتخلطهم بهالفرقة اللي حدك. ونفس الشيء هون بياخد قد ما بده بيقلبهم وبيخلطهم بهالفرقة اللي هون، بيضل عم بيعيد قد ما بده لحتى يحس حاله مطمن، لأنه بتعرفوا أنتوا في ناس بتشكك كتير وبتحب تخلط، خلط قد ما بتحب يا قلبي. أوكي؟ بعد ما خلص كل شيء ارتاح وانبسط بالخلاط وحس حاله مبسوط، هلأ بتسكروا الفرقتين مثل الكتاب على بعض، وبتفتح إذا بتكون ورق الشدة على السريع بتفرجوا إنه هون مخلوط مثلا وهون مخلوط. ركزوا منيح، نحن هون مش ورقنا اللي بدنا اياه، نحن ورقنا على الميلة الثانية، اوكي؟ وانتو كاتبين بالتوقع هون 19 ورقة مفتوحة، يعني هدول هن 19 ورقة اللي بدنا اياهم، فإذا اتجاه الورق بدنا ورقنا يكون مفتوح، اوكي؟ بتسكروا ورقات الشدة هيك دغري، بتبلشوا بقى بتفتحوا التوقعات، وهيدي هي أصدقائي الخضعة بكل بساطة، اوكي؟ بتفتحوا أول توقع 19 ورقة مفتوحة، وبتكفوا بقى مثل ما أنا عملت، والخضعة رح تزبط لوحدها. حلو كتير. بتمنى يا أصدقائي إنه يكون عجبكم الفيديو، بتمنى إنكم استفدتوا من هالدرس، وبتعرفوا أنتوا بهالخدعة مثل هالخدعة فيكم تخترعوا وتطوروا قد ما بتحبوا. فأصدقائي إلى اللقاء مع درس جديد الأسبوع الجاي إن شاء الله يوم الخميس كالعادة. فأصدقائي بدي منكم تطوروا علي قد ما بتحبوا، وتكتبوا لي تحت بالتعليقات شو في أفكار حلوة تنعمل بهالخدعة. ما تنسوا دايما ناطر رأيكم بالتعليقات. يلا موعدنا إن شاء الله بدرس جديد. باي باي.